لكن حتى النقطه اللي اتكلم فيها الكابتن سامي الشيني وبيتحدث عن ليه بتتكلم ما من حقه يضيع وقت، النقطه دي يا كابتن سامي احنا ممكن نقول على بعض مع بعض كده واحنا قاعدين بنهزر بالاهواء، ولكن في كره القدم في متخصصين اتكلموا في النقطه دي، اعتقد مش كولر فقط اللي اتكلم فيها. تعالوا نسمع الخبير التحكيمي الكابتن سمير عثمان وهو بيتكلم عن نقطه الوقت بدل الضايع، لان بالمناسبه مباراه الاهلي وسموحه الوقت الفعلي ليها تبعا لبعض المواقع المهتمه بالاحصائيات كان 38 دقيقه فقط، فتصريحات كولر في اضاعه الوقت تصريحات مناسبه فعلا للدقائق الفعليه اللي اتلعبت في المباراه. لكن نطلع نسمع كابتن سمير عثمان عشان عندنا تعقيب مهم بعد الفيديو. عايز اتكلم في نقطة انا عايز الوقت يا برضه الوقت الضايع الوقت بدل شفنا كأس العالم رتم اسرع من الدوري المصري مليار مرة. بص يا كابتن عماد، واقل وقت ضايع في اقل مباراة كان 7 دقايق و8 دقايق، النهاردة تغييرات ولاعيبة واقعة كتير واصابات وفي الاخر بيدوا 5 دقايق. نقولها سريعا لازم تعليمات من لجنة الحكام الرئيسية بالخمس حاجات اللي انا هقولها: الاستبدال، احراز الاهداف، الاعتراضات لو في نقل اللاعبين، اما الكره تطلع بره الملعب تطلع بشكل صارخ لازم نقف، لان في كل المباريات لو هنشتغل لازم نرجع زي كاس العالم اقل مباراه بما يرضي الله لازم تبقى من 7 ل9 دقائق اللي فيه استبدال الوقت ضايع محتسب كتير. بس في النهايه المباراه كانت صعبه وطاقم الحكام نجح خاصه، بس ايه عاوزين نهتم بنقطه الوقت المحتسب بدل الضايع. يعني الكابتن سمير عثمان في تعقيبه على المباراه هو بنفسه توقف عند قصه الوقت بدل الضايع اللي منحه حكم المباراه هو 5 دقائق، قال ده في تغييرات وفي اصابات وفي لعيبه بتقع كتير، يعني نفس الكلام اللي قاله مارسيل كولر قاله الخبير التحكيمي الكابتن سمير عثمان، وقال شوفوا كاس العالم واللي كان بيحصل في كاس العالم والمباراه دي بحق الله الوقت بدل الضايع في الشوط الثاني بكلام الكابتن سمير عثمان يصل ل9 دقائق و10 دقائق، فلما ناخد 5 دقائق وهنا مش مبرر بالمناسبه، انا اديني حقي وسيبني العب اللعب السلبي اللي كنت بلعبه في ماتش سموحه ولو قعدت نص ساعه ما اجيبش اهداف، لكن ما تحاسبنيش ان انا بطالب بحقي ايا كان الموقف. ده كلام الخبير التحكيمي الكابتن سمير عثمان وكلامه عن كاس العالم. وللامانه كان معايا الحاج عامر حسين في مداخله هاتفيه يعني في الراديو، واتكلم بوضوح وقال ان كلمنا كلاتنبرج، وقال كلاتنبرج ان احنا هنكمل الدوري زي ما بداناه، وهنا كانت رساله الكابتن سمير عثمان واضحه لرئيس لجنه الحكام، اعمل زي الاتحاد السعودي بعد اذن حضرتك عشان يكون في تكافؤ فرص ويكون في عداله ويكون في مباراه فعليه بتتلعب مش مباراه في اضاعه الوقت، ويا بخت اللي يكون عنده حارس زي الهاني سليمان. بحق الله بحق الله بحق الله كابتن جمال غندور عنده كلام زي الفل هو كمان. طبعا يا جماعه يعني احنا ليه لما اتكلمنا حتى في الاول بنقول ان في مفاهيم كلنا هنا كاعلام وككل مهتمين باللعبه وكجمهور، انت هدفك في النهايه تحقيق العداله. مش متخيل ان راي يقول طب انت زعلان ليه ما يضيع وقت؟ اصل يضيع وقت ده مش فني، يعني يضيع وقت فكره ان هو يلعب بطريقه لعب ما ده شيء فني وده شيء براجماتي في كره القدم اصلا، انما يضيع وقت تحايل على القانون. لا طبعا تحايل والرغبه يا اسامه فكره فيها ايه ما يضيع وقت؟ يا سيدي انت بتتعارض اساسا مع فكره ما يضيع وقت، مفترض في كره القدم تعويض ده بايه؟ بالوقت المحتسب بدل الضايع. طب لو ده ما بيتحققش هو بقى اللي انتوا بتسمعوه معانا من كابتن سمير عثمان او كابتن جمال الغندور عشان نفهم بس ببساطه ان مفيش حاجه يا جماعه مفترض يكون اي مختص باللعبه منطقه او معياره طب ما يضيع وقت. نسمع كابتن جمال الغندور ونرجع نعقد. الوقت بدل الضائع ده يعني الاتحاد الدولي هيطبقه ولا ده اختياري ولا ده ايه؟ طيب برضه عشان نتكلم في الموضوع ده، مفيش تعديل، عشان في بعض الناس برضه ذكرت قالت انه تعديل الوقت بدل الضايع، لا مفيش تعديل. محدش عدل فوق القانون، لكن الفكره طريقه الاحتساب. طريقه الاحتساب بقت اقرب الى الواقع. بقت اقرب الى الواقع، وهقولها لك ازاي؟ احنا زمان كنا بنعمل ايه يا سيف؟ ولغايه قريب، لغايه كاس العالم دي، كنا بنقدر الوقت بدل الضايع. نقدر دلوقتي بيوقفوا له الساعة؟ دلوقتي بقى في واحد مختص، اللي مختص دوت. حسبت ضربه جزاء، يروح دايس دايس يحسب وقت. لغايه لما تستأنف. استؤنفت وجت هدف تفضل سايب الوقت يعد. ليه؟ لغايه لما الفرقه تسنتر. دي نمره واحد. تبديل كنا احنا بنقدر التبديله ب 30 ثانيه الواحده، دلوقتي بقى عندك 7 تبديلات ممكن يحصلوا في المباراه، بس ايه؟ في كم فتره؟ 3 فترات لا 4 بقت 4 لو ايه؟ لو وصلنا لل عشان في وقت اضافي تمام؟ لكن عدد التبديلات زاد فما عادش في تقدير برضو من اول ما اللعب يقف عشان التبديل تراك يشغل الساعه لغايه لما يحصل التبديل تراك طيب هدف من اول ما الكره تخش جون تراك
احسب الوقت لغايه لما نسنتر. ليه؟ بما فيها الوقت اللي بيستهلك في مراجعه الفار و و و و وحاجات زي كده. على هذا الكلام هناك حكم اضافي خامس، لو بيسموه خامس كان خامس كان موجود في الملعب، شغلته دي بس، ماسك في ايده الساعه وشغلته دي بس، ومش هينفع تكون دقيق الا اذا عملت كده. يعني مثلا حد يقول لي ايه، طب ما احنا نخلي الحكم الرابع يعملها. طيب الحكم الرابع هيروح يعمل التبديل ولا هيوقف الساعه ولا هيروح يوجه الناس ولا هيجري؟ لا، عشان تبقى فير وعشان تطبقها بشكل صحيح، وانا بقولها برضو لينا هنا وليه لا، حط حكم خامس شغلته دي، معاه ستوب واتش حديثه، تراك يشتغل تراك يقف تراك يشتغل تراك يقف، وفي نهايه الشوط يا حكم في 8 دقائق في 10 دقائق في 12 دقيقه. لو طبقنا صح يا كابتن ممكن نوصل لكام دقيقه وقت بدل الضايع؟ نوصل ل 12 و14 و15 دقيقه كمان، ربع ساعه وقت بدل الضايع. انت عارف في مباراه اتلعبت من اربع اشواط مثلا، كان في 14 و8 22 وفي الشوط ده 3 ادي 25 والشوط الثاني 2 27 دقيقه والمباراه 120 فبقت 147 دقيقه. انا عملت احصائيه بمباراه 147 دقيقه اتلعبت. يا نهار ابيض. التوصيف الجميل لكابتن جمال الغندور يعني، وهو بيتكلم في فلسفة الوقت بدل الضايع، ازاي الاول كانت تقديرية للحكم وازاي بعد كده تم استبدالها بادوات واضحة وصريحة. انت طبعا حكى التجربة في كاس العالم، ازاي انت تقدر تستبدل ده؟ ده يا جماعة ايه فكرته؟ بغض النظر عن التقنيات والتبديل كانوا بيدلوا قد ايه وبيحسبوه قد ايه والتغييرات وكل الكلام ده والانذارات وايقاف اللعب لاسباب ما، كل ده يا جماعه وتسجيل الاهداف دي تقنيات، مش ده الغرض يعني، اكيد دي حاجات فنيه مش هي اللي بنتكلم فيها، بقدر ما احنا بنتكلم ان الهدف اصلا العداله، مش الهدف ان كولر بيتكلم في حاجه غريبه. هو بالنسبه لي الغريب ان يبقى في حد شايف ده غريب او شايف ده مش منطقي او يبقى متعارض مع كولر. وانا عايز اقول انا ما احبش يعني فكره القطع بالشيء او ان انا اجزم بيه، ولكن عايز اقول ان بالنسبه لي أنا عندي قناعة كبيرة جدا إن لو مدرب آخر كان بيقول نفس كلام كولر ده كانت قال يا سلام على الراجل اللي جاي يقول لنا إزاي الكرة تلعب. يا جماعة من أسباب تأخر الكرة المصرية، ولو أنتوا عايزين تطلعوا بالكرة المصرية اعملوا اللي الراجل ده قاله. يا جماعة الراجل ده جه كشف الكرة المصرية وعرى عيوب عندنا وقال لنا إزاي ما ينفعش اللي إحنا بنعمله. يا جماعة الراجل ده جه لمس مع حاجات مهم نعملها. كل ده كان هيتقال، بس المشكلة والله العظيم المشكلة في حاجتين. إن الأولى إن الراجل ده اسمه كولر، والمشكلة مش في اسم كولر بقدر ما هو الأساس إنه مدرب النادي الأهلي، ولو بدلنا المقاعد وخلينا كولر ده مدرب نادي آخر كنت هتسمعوا نفس الكلام بيتقال فيه شعر وبيتقال فيه إن الراجل ده جاي من أوروبا عشان يعلمنا اللي ما لم يكن الكرة المصرية ولا ما لم تكن الكرة المصرية تعرفه من قبل. ولازم نستغله ولازم نستفيد منه. يدي كورسات لمدة 10 سنين على أكد معايا على حتة يدي كورسات دي. إن كان الوضع هو في النهاية يعني إحنا كنا حاسين ده واتكلمنا فيه من قبل بداية الموسم، وأنا دايما هيكون المدير الفني للنادي الأهلي هو تحت يعني الأسهم دائما الإعلامية، وده متوقعينه ومش جديد. لكن القصة باختصار شديد إن الكلام اللي بيقوله مارسيل كولر هو بالفعل اللي بيقوله خبراء التحكيم بجد. يعني لما تدي لاعب إنذار عشان تضيع وقته وتدي له إنذار تاني لو ضيع وقته وتطرده، ما هو خلاص اللعيب هيتعلم. عشان اوصل لمرحله ان انا بلعب كره قدم حقيقيه، خاصه والفيفا يعني مهتم بكل التعديلات دي عشان يبقى فيه كره قدم حقيقيه. لكن الكابتن جهاد جريشه من المدرسه القديمه للتحكيم المصري، مدرسه اللي هو ايه الوصول بالمباراه لبر الامان مش تطبيق القانون، اللي هي يعني مرادفه حاليا احتواء المباراه، ده كان يعني مدرسه مختلفه. طلع يتكلم بوضوح عن ان يا جماعه مش هينفع نطبق اللي بيحصل في كاس العالم ده، وكاننا مش هينفع يا جماعه نشتغل الشغل ده، لان الشغل ده لو اتعمل هيقولوا اصل هو مجامل للاهلي والزمالك. شفتوا وصلنا لايه؟ تعالوا نشوف تصريح للكابتن جهاد جريشه من مدرسه التحكيم القديمه، مدرسه الوصول بالمباراه لبر الامان. يطبق تقنيه الوقت المحتسب بدل من الضائع اللي كانت موجوده في كاس العالم، هل يعني من الممكن انه ده يحصل عندنا في الدوري المصري ولا صعب؟ بص يا ابراهيم، ماتش الارجنتين بالنسبه لنا عبره. ماتش الارجنتين بالنسبه لنا عبره، الجون جه في الدقيقه 11 كان حاسب 10 دقائق. ايوه. والجون جه في الدقيقه 11 كان رد الفعل عامل ازاي؟ بغض النظر بقى عن الاحداث اللي حصلت من الحكم في المباراه. ماشي. الكلام ده عندنا هيبقى صعب جدا. الكلام ده عندنا بقول لك الكلام بامانه، لان انا عايش الاجواء. يعني ايه صعب؟ مدوا الوقت للاهلي يجيب جون، مدوا الوقت للزمالك يجيب جون، مدوا الوقت يعني الكلام ده هنخش في قصص كبيره.
هو انا بكلمك على الدوري بتاعنا. هو احنا بنمد الوقت عشان الاهلي يجيب جون وبنمد الوقت عشان الزمالك يجيب جون. يا كابتن ابراهيم ده اللي بيتقال عندنا. انا بكلمك ده اللي بيتقال عندنا في مصر. انا بكلمك على ضغوط كتيره ممكن تتحط فيها حكامنا. فانا انا من وجهه نظري الشخصيه لو انا مسؤول انا مسؤول همشي بنفس السيستم اللي شغالين بيه. ليه يا كابتن؟ ليه؟ لان هجيب مشاكل كتيره الحكامي. يعني انا قبل كده قلت لكم كابتن جهاد جريشه لو في يوم هيمسك رئيس لجنه الحكام او منصب تحكيمي مهم قريبا هيكون بسبب ارائه دي. الراجل ناقص يقول يا جماعه انا ضد العلم، ضد التطور، ضد اي حاجه، لان وانا حكم كنت بعمل توازنات. ما هو ده الاسقاط. اذا كنت انت راجل، وانا مش عايز اعيد الكلام ولكن القصه واضحه، اذا كنت انت بترى ان حاجه بتلتمس العداله وحاجه دقيقه وحاجه العالم بياخذ بيها، انا مش عايز اخذ بيها، اصل الزمالك والاهلي هنا القصه بتمشي كذا، صدقني ده ملوش غير معنى واحد، ان في عقلك الباطن وانت حكم كنت بتعمل كده، كنت بتعمل حساب للتوازنات، كنت بتعمل حساب لامور كتيره جدا على معيار اصل هيحصل ايه من الاهلي ولا الزمالك. وعندنا واقعه بفضل اقولها، في يوم كابتن جهاد الجريشه اتقال عليه نجيب الحكم اللي احد رؤساء الانديه بيحبه، واعتقد الكلام ده يفصل لكم حاجات كتير جدا.